hello friends, so today i came with what i buy cleaning item. first of all, this is white vinegar. i use it for cleaning, for uh, cooking as well. Uh, hand soap, i have actually a little bit, but i buy uh, just in case. this is lavender flavor. here i buy two uh, spray bottle to put some solution or whatever for cleaning or cleansing. okay, this one is um, air freshener spray, okay. Lavender also. I love lavender smell. Clorex dishwash soap. And here I buy three locks soap for shower. I have already, but I buy just in case. all I don't use it because I have itching and allergy. My husband like it sometimes. He use it. So I buy one pack. I have already at home. هلا حبايبي اليوم جيت لكم بمشتريات الشهريه للمنظفات اخذت الخل الابيض استخدمه في الغسيل في التنظيف عفوا وفي الطعام اوكي حلو للزجاج للخشب للتلفزيون لاي كان وايد حلو هذا التنظيف وايد حلو اعزكم الله لغسيل الحمام تسويه مع اللي هو بودره غسيل الملابس وشوية صودا وتغسل فيه الحمام حلو آم آه هذا للايدين انا عندي شوية فاشتريت هذا انا احب ريحة اللافندر آه زهر اللافندر وايد حلو فخذيت هذا آه اخذت علبتين من البخاخ بسوي فيهم اي شيء منظفات او مثلا آه رشاش للشعر مثلا له زيت البصل او, أو عصير البصل انا احب اسوي للشعر آه هذا آه معطر الجو من جلاد وايد حلو ريحة اللافندر هالمرة خذيت حتى عندهم بالكوكنت اللي هو النارجيل وايد حلو آه كلوريكس صابون غسيل الملابس انا عندي صوابين للسبوح بس خذيت ثلاثة احتياط احنا نستخدم لوكس والديتول انا ما استخدمه بس زوجي يستخدمه انا عندي حساسية منه وحكة بس زوجي احيانا يستخدمه أنا أستخدم اللافندر حتى زوجي يستخدمه لكن هذا احتياط أحياناً يستخدمه زوجي يحب يستخدم الديتول ويبتله. So, friend, I buy this clothes absorb the water and very nice for uh, all house cleaning, kitchen or whatever. I buy this garbage bag for big uh, garbage bin. Okay, and the white one for a uh, uh, small bin. Okay, also, I buy this uh, tissue rolls for kitchen and bathroom for the home. I have the box, you know, this one. Okay, six, and that one, four. So, ten enough for me. Maybe still two will be uh, still. Okay. i buy this shampoo face mask and two black gloves and one box of uh, uh, like uh, normal gloves okay whole box have i think eight in it okay حبايبي اشتريت هذه المناديل الرولز للمطبخ والحمام اعزكم الله وعندي للبيت البوكس عندي للبيت اوكي okay? أه، ستة وأربعة عشرة وخذيت هذه الفواط الجميلة اللي تمتص الماي للتنظيفات للمطبخ ولجميع البيت يعني خذيت هذه أكياس القمامة عزكم الله للقمامة الكبيرة أو للزبالة الكبيرة وايد حلوة صراحة هذه متيري لها وايد حلو خذيت خمسة من الأسود وخمسة من الأبيض هذا الأبيض للقمامة الصغيرة أه، شو بعد هذه الكمامات الشفافة اللي بدون بودرة خذيتها كرتون كامل أوكي وخضيت كرتون واحد من الكمامات السوداء وخذيت كرتونين من القفاز الأسود تقريبا في التصوير ينفعني وبس